أنا بلشت بتقلية تقريبا 400 جرام من اللحمة المفرومة مع بصلة مفرومة ناعم. حطيت لهم ملعقة ملح صغيرة، ملعقة بهار صغيرة، وملعقة قرفة. نقليهم منيح. رح زيد تقريبا 900 جرام من الفروزن سبينتش. عم بستعمل بناسولي، يعني رح استعمل تقريبا كيسين. بترك السبانخ يدوب ويتقلى شوي مع اللحمة قبل ما زيد عليهم المي. هلأ أنا زدت هون كباية مي وحدة، ما بدي كتر كتير مي لأنه السبانخ اوريدي بس يدوب رح يطلع المي منه. هلأ رح غطيهم ورح اترك كل شي ينطبخ مع بعضه على نار خفيفة لتقريبا ربع ساعة 20 دقيقة. بهالوقت رح بلش حضر الرز. رح اعمل تقريبا كباية ونص رز. رح اقلي مع ملعقة زيت زيتون، نص كوب تقريبا من الكزبرة المفرومة، وملعقة كبيرة من الثوم. رح ارجع زيتون على الطنجرة. رح زيد الكزبرة والثوم واخلط. صرنا خالصين تقريبا. بعد شي بس بدي اقلي الصنوبر وبنطر ليخلص الرز ومنقدمه. بنقدمها بهيدا الشكل.